بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين، نجدد بكم اللقاء من جد وجديد. أشواطنا ما زالت متواصلة ومستمرة، شوط يتلو الآخر. ها هو أعلنت الانطلاق للشوط 18، شوط يحمل في طياته العديد والعديد من الأسامي العملاقة. نذهب بكم سريعا نحو الصدارة والمقدمة لنتطرق من الذي استفتحت الإذاعة، ألا وهو مغامر محمد بن سلطان بن رشيد السويدي. ثانيا تتواجد ينطلق بطاش عبد الله بن علي بن سعيد النعيمي، نقلتنا إلى ثالث المراكز حيث تنطلق ويتواجد رعد حمد بن عبيد بن خادم الخيلي، يتواجد على ثالث المراكز. رابعا يتواجد وينطلق سراب سلطان بن العبد بن الشرقي الحرسوسي. خامسا وينطلق ويتواجد مدلل سعيد بن سالم بن لفت بن متفيق الكتبي. نكتفي بهذا القدر من الأسماء ونعود إلى الصدارة والمقدمة. إلى المقدمة الأولى، من بدل سراب سلطان بن العبد بن الشرقي الحرسوسي، بدل وخز زمام الأمور، نقلتنا إلى ثاني المراكز حيث يتواجد مدلل سعيد بن سالم الكتبي، يتواجد على ثالث المراكز. ثاني المراكز، ثالثا يتواجد مغامر محمد بن سلطان بن رشيد السويدي. رابعا وصل لمح البصر محمد بن الطماطم بن حمد العامري، وصل وخذ المركز الثالث. ثانيا يتواجد وينطلق الذيب احمد بن عوض بن سالم بن علي الكتبي. نكتفي بهذا القدر من الاسماء ونعود حيث الصدارة والمقدمة، حيث يتواجد مدلل سعيد بن سالم بلن تفيق الكتبي، يتواجد وينطلق. ولكن سراب من غير زمام الأمور، سراب من ينطلق على الصدارة والمقدمة، سلطان بن العبد بن الشرقي الحرسوسي. ثانيا يتواجد مدلل سعيد بن سالم الكتبي. ثالثا يتواجد مغامر محمد بن سلطان بن رشيد الكتبي. لكن نعود إلى سراب، إلى الحرسوسي، من ينطلق مع سلالة سراب على الصدارة والمقدمة. دخلنا أجواء 800 متر الأخيرة وما زال الحرسوسي صامد 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 حتى هذه اللحظات. يقدم لنا سراب سلطان بن العبد بن الشرقي الحرسوسي، مدلل يتواجد ثانيا رافع راية التهديد والخطورة مع سعيد بن سالم الكتبي. نعود إلى الحرسوسي اللي عصاف بطانه وينطلق مع سراب سلطان بن العبد بن الشرقي الحرسوسي. وصل مدلل هنا سعيد بن سالم الكتبي. العودة إلى سراب. ركز يا هنا للجابري. أهالي هيما يفوزون وينتصرون إن لم يكن لمدلل كلام آخر. سراب سلطان بن العبد بن الشرقي، هنا أيضا الحرسوسي يفوز وينتصر مع سلالة سراب. وتابع هذا اللي وصل شاهين سليمان بن محمد بن سالم الجنوبي. وصل الله يا سلام، من بدل عند 100 متر الأخيرة، ولكن ما زال سراب، ولكن شاهين. سلام الأفلاي، سلام المشرف. تهانينا والناموس لمالك شاهين، من فاجأنا عند الأمتار الأخيرة، سليمان بن محمد بن سالم الجنوبي. وصل ثانيا، هناك أيضا سراب سلطان بن العبد بن الشرقي الحرسوسي مدلل. وصل ثالثا سعيد بن سالم الكتبي. نعود ونهني مالك شاهين سليمان بن محمد بن سالم الجنوبي، واصلا خط النهاية قاطع المسافة في 4 دقائق
26 ثانية. تهانينا والناموس لمالك شاهين على هذا الفوز والانتصار. ومن أرسل السلامات هنا من أرضية سيف العرب إلى المشرف، إلى المشرف السلام. تهانينا والناموس لك يا مالك شاهين على هذا الفوز والانتصار.